ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. طبعا شباب، أنا هالمرة بعطيكم واحد مود، هذا المود الأسطوري، خاصة المود للإسكانيا. طبعا هذا التعديلات أني عدلتها على هذا المود. أول شيء، لما أخلي رابط مباشر كالعادة، لما تعطيه فك الضغط يطلع اثنين ورقة ابيض، ملف ابيض مع 3 صور. الصور خليها اثنين ورق الابيض كالعادة، انت هم تعرف تسوي كوبي تخليها ويا المودات مالتك، زين؟ فاني عدلتها، بس هم اريد شوية اشوف لياكم هم يعني بها تعديلات اكثر، هسا تشوفون. بس انا هكذا حبيت، فانت بكيفك يعني. المود هو عملاقة، هذا المود مال اسكانيا مشهورة، كل اصدار انزله هذا المود، زين؟ كل اصدار، هذا اصدار حاليا 1.43، اني نزلته هسه حاليا قبل يوم، فاني اريد يعني هم بعطيكم هذا هم. هذا الشغلة الحلوة يعني يسبقها هذولهم كلهم يسبقها، ومثلا هذولهم شوفه هيه كلهم الشغلة ماله يسبغها السبخ. هذا واحد يعني انت عرفت، ما اريد الفيديو الطويل، اريد شرح بسيط، ما اريد بصراحة الفيديو يطول. ايه هذا الشغل ماله واحد، مثلا هذا تريد هيك نيكل هكذا، تريد عفوا دقيقة، وينو هذا الاخ، وينو هذا؟ مثلا انت تريد هكذا، شوف اكو واحد اللون نيكل، اكو واحد من لون مثل هنا، هذا نفسه، وينو وين راحت؟ هذا شوفه مثلا، هذا يقولون نسبغه، هو هكذا يسبخ، وينه؟ لأنه كثيرة هي، شوفه صبغت، ايه يعني موت خرافي درجة أولى. هذا واحد، وثانيا نشيله هذا، أنا هيك أحبه، ما أريد أسوي شغلات كثير على مود الكارت الشاشة مالي. هذا مثلا تتحب هكذا، شوفه هيك الواجهة، أو هكذا مثلا، شوفه هذا كله يصير قلوب، هذا الخطوط الأحمر يصير كله قلوب بالليل. أو تريد هكذا مثلا، شوفه حلوة جميلة، بس أنا كان حبيته هيك صادة يعني. شوفه هذا مثلا هكذا، طبعا قلت لكم لا تنسى هذا كله يصير قلوب بالليل. أو هكذا، هذا شنو آخر شيء؟ هذا حلو، تمام. فما أنا ما أريد بصراحة، هو كل إنسان حسب ذوقه، أنا هكذا أريد. مثلا هذولهم، شوف هذا الأضوية لما تعطيه يصير فلاش بها، هي هذا المود مشهورة شباب يا أصحاب المحاكي الشاحنات، هذولهم القدماء يعرفون، أو متابعين القديم يعرفون هذا المود شنو. ايه شوف هسه حاليا هذا الاصدار الجديد طلعت، حتى هذا بها هيك فلاش بالداخل الاضوية، هذا تقدر تغيره، او هذا تقدر تغيره، زين؟ هذا تابع اللاويتات، ها هذا تابع اللاويتات، بس انا ما اغيره. وداخلية، ومثلا تريد تحب هكذا تقدر، هي شوفه هي، هذا الشغلات مال هذا الموت، هي هو لما تحملها يطلع 2 اوراق ابيض، زين؟ اخلي والله هذا حلو، اخلي السيارة مالتي هكذا، يطلع 2 اوراق ابيض، تخليها ويا المودات مالتك. هسه هذا واحد تاني اختاريت اني اخلي هذا شنو، لا هو بس سويت هذا الراس النسر شفاف يعني، هذا شنو، هذا حتى يوصل لي هنا. اي والله حلو هذا، كان يشوف هذا تحت، هذا شنو هو غيرت شي، بس ما عرفنا وين غيرت. شوف شوف من هنا يصير شفاف، شوف يعني يخيل الداخل الشاحنة، اذا خلي يبقى هكذا، يلا خلي يبقى هكذا، ماكو مشكلة. شنو بعد؟ شوفها مثل ما انتم تشوفون،
هذا الشغلة مال كله مال هذا الموت، أو هكذا لما تتسوي شوفها صرت راسه صغير، أو هكذا أو هكذا. شوفها على سويت ارتفاع على هذا، شوفها شفت. فمثل ما أنت تتحب شلون تتحب زين حواد قلبي، هذا الموت مالتنا. وشغلة حلوة دقيقة، هو ما خرب السيارة مالتي اللي أنا أني ما بشتري. هذولهم كلهم إذا تتحب مثلا يصير أضوية أو قلوب، شوفها هي خطوط، هذا هم بالليل يصير قلوب أو هكذا تتحب. يعني هذا الأضوية القلوبات وكل شيء معاها موجودة، يعني بس تحملها واحد ملف تاخذ 2 أوراق، هذولهم كلهم موجودة ويا الموت ما مالتك زين. هذا بالليل يصير قلوب. يعني شباب هذا الموت مشهورة للعبات محاكي الشاحنات، كل إصدار شركة ينزلها هذا الموديل إسكانيا، حتى أكو شغلة يعني يفتح الأبواب ماله هم. بس وينو دقيقة حتى تتحب هكذا تسوي، شوفه صرت نيكا اللماعة، شوفه ها. يعني كلش حلوة الموت، يعني خرافي أسطوري. حتى هذا تريد تحبه، شوف هذا كله شغلة مال تبع هذا الموت. هذا صرت أضوية، هذا أصفر، تريد أخضر، شوفه قهوائي، يعني بكيفك أشكال أنواع يصير. طبعا هذا قلوب ها لا تنسى، هذا أخضر، هذا شنو هذا لون ما بعرفه بالعربي، يقول لكم وردي، هذا أصفر، كل شغلة مثل ما أنت تريد. هذا قلوب يصير، وهم بها خط على تحت، هو بها قلوب وخط، شوفها هسه نشوفها بها قلوب وخط أحمر. وين القلوب وخط أحمر؟ هذا صرت أصفر، هذا اللاويت إذا تتحب أصفر أو هكذا. هسه نخلي الخط واللاويت، الخط الأحمر وهذا حلو، هذا قلوبات جديدة، هذا موديل جديد. هي شوف بها فلاشات، هي فلاش ايه. ف وينو خط، هذا بها خط ابيض وقلوب هذا نجي هنا. فهسه مثلا اني ما ادوس اوكي، ما اشتري، بعدين يصير الشاحنة مالتي يخرب يبقى هكذا. زين حبايب قلبي المود مالنا، وشغلة حلوة هسه نخرج من هنا نشوف الداخلية والدركسيون ماله شلون يتحرك. زين هذا تجي هنا على المود مالتك تدوس راسا، هي هذا الأضوية الجديدة، وتحب هكذا أصفر هم تتحب أصفر. هذا شنو النقطة، هذا هكذا شوفه. يعني هذا المود أسطوري شباب، هذا طبعا كلهم يصير بالليل قلوب ها مع اللايت. هذا دعاية اسكانيا هكذا تريد او هكذا، هذا هم قلوب، او مثلا هنا تجي هناك شوف هذولهم كلهم بها كتابة شغلات. ما اريد الفيديو طويل لاني ما اخلي بالمونتاج، يعني شوف هكذا تتحب او هكذا. ها شوف كل هذولهم اسامي موجودة. وطبعا لا تنساها قبل اسبوع هم نزلت شاحنة عليكم، شاحنة مرسيدس ام بي 4 هم، والموت ماله نفس قوية نفس موت مال هذا الاسكانيا زين. اهم شيء وش اسمه القاعية، القاعية هسه خلينا نخرج نقوله ما نشتري، ما بعرف. هو هذا المود كثير شغلات عنده الشباب، مثلا تريد القزوز شوف هذا اشكال انواع القزوزات عنده. هذا شوف هذا الاقزوز، اكون عرب يقولون قزوز، اكو نوعية يقولون اقزوز. شوف هذا بها دولاب، هذا بها نوعية، هذا شوف هذا، يعني شتريت موجودة هي ويا هذا المود. هذا المود مخصصة للإسكان يا شباب زين لا تنسى. هتتحب هكذا، هذا مقلوب، هذا شنو
هذا همستر الدولاب ودهن ستوب وما بعرف شنو هنا مال شاحنة، افتحب هكذا. هذا صندوق وينو؟ هذا دولاب، شوفك ايش قد حلوة. زين شباب، او تتحب مثلا، يلا انا قلت لكم ما ادوس اوكي حتى ما يخرب الشاحنة مالتي، لان محملة واني نسيت فيديو مالي سويته امبارحة بس خربته. شوفه هيك ايش قد حلو. ها سوي اذا تحب سيارة مالتك ابيض على هذا اللون يصير والله خرافي درجة اولى، او هكذا هكذا تتحب. والله هذا كان حلو والله بصراحة، هكذا كلش حلوة. تخليها قلوبات، هذولهم قلوبات كله معاها موجودة، يعني المود قلت لك مود اسطوري. تريد غير الدعامية على ابيض على هذا اللون، او تخلي هكذا، او تخلي القلوبات عادية، هذا ماله عادية. زين، فيعني شباب هذا عنده شغلات كثيرة بصراحة، ما اريد الفيديو يطول يطول، وخاصة نشوف هذا الشباب كان غيره. شوف هذولهم يعني اكو شغلات عملاقة عملاق، يعني موت اسطورية. ونخلي هذا الراس ماله كبير، نكبره هكذا، نجي هنا حتى نقدر نضيفه هذولهم. شوف هذا السرد قلوب، هذا الابيض شقد نادره ماكو يعني. هذا واحد، شوف هذا كثيره كثيره، فانت بالبيتك تشوف على كيفك على راحتك. شوف هذا كله سرد اضوي او قلوبات، ومن هنا ومن هنا. قلت لكم يعني اي شغله حلوه اخليها على قناتي، لان اني احب هذا الشغله، اني احب اجيب علي وهم بعطيكم انتو. زين حبايب قلبي، او تريد هذا مثلا؟ اكيد اسكانيا مالتكم ما عندهم هذا الشفقه. شوف هذا ايش قد عنده، ايش تابعه، شوفه شوفه ركزوا. ها هذا القلوب ماله ابيض، وهذا ما بعرف اصفر. ها شوفه شوف ايش قد هذولهم عنده اشكال انواع عنده. تابعوا تابعوا، ها شوفه شوفه، قلت لكم يعني قوية موت. اذا من هنا لباكر ما يخلص الشرح مالي. هو من هذولهم كلهم انا حبيته واحد، انا شوفه هذا ايش قد حلوة. شوفه هذا انا احب هذا، هذا اي لون تخليه على السيارة يغير احتمال. دقيقة هسه اشوفه، هنشوف هذا، شوف يا جماعة احلى ايش قد حلوة. فن وينو هذا مالنا؟ كان نغير اللون، شي يصير عليه يتغير. شوف شوف ايش صرت شبح سيارة مالنا، جميل. فما ادوس نعم، لان ما هذا سويت على مود الشرح. الشاحنه مالتي حاضره، اشوف ماكو حوادث، لا لا اني سايق. حتى البارحه الشروحات مال عمال كيف تاخذ السواق هو هذا الشاحنه، بس اني كان نسيت شو اسمه، مسحت الفيديو ماله بالغلط. فهسه شو نعمل؟ ندخل على داخل الشاحنه، لما تشغل السيارة شاحنة تابعوا هكذا مثل شاحنة حقيقية يعني. طفي
يقولون نزل الهند بريك، أنا علامة هيك ثلاث سمارات ايش قد. شوف إذا يشتغل أنا دوس بنزين يتحرك، هذا مكان مال بنزين. يلا شباب اهم شي ما يريد الفيديو طويل، حبايب قلبي مبارك عليكم، ولا تنسى اللايك والاشتراك، دعمنا بالقناة المتواضعة، وفيما لا الله معاك. طبعا حمولة موجودة وياي مال البارحة. يلا حبايب قلبي فيما لا